في عالم مليان بأخطاء المكياج نحتاج بيوري سوبر هيرو لمساعدة كل النساء ليبدو أجمل ما عندهم. ضغط المسكرة بهالطريقة يدخل الهواء وبينشفها. إذا حطيت المسكرة بس على الأطراف ما راح تعطي رموش كثافة. استخدام الأيلاش كيرلر بعد المسكرة راح يقطع الرموش. بلشوا باستخدام الأيلاش كيرلر أولاً ولفوا العصا المسكرة بدل من ضغطها، وأهم شيء تحط المسكرة ابتداء من الجذور للأطراف. استخدمت وقت كتير من المسكرة ما رح تعطي رموش أكثر، بس رح تكتلهم وتلزقهم على بعض. لرموش مثالية امسح العصا من المسكرة الزيادة واكتفي بوضع طبقتين. اليوم قضينا على بعض أخطاء وضع المسكرة، وبكرة بنبلش مهمة جديدة.